وتجبر علينا بفضلك ما ولنا جود علينا وهيك من طغى وتجبر علينا بفضلك ما ولنا جود علينا وهيك من طغى وتجبر علينا بفضلك ما ولنا جود علينا وهيك من طغى نهبتوها ومن ويال ودوها الرملان هبتوها ومن ويال ودوها الرملان هبتوها ومن ويال ودوها الرملان هبتوها ومن ويال مشاوية يا العروسة مشاوية يا العروسة المشاوية يا العروسة مشاوية يا العروسة ولاد حدو في الواجهة ليلي هاليها ليلي هاليها ليلي هاليها ليلي هاليها ولاد حدو في الواجهة ليلي هاليها ليلي هاليها ليلي هاليها الرشوة من مرشيتي الرشوة بالبلدية الرشوة بالبلدية الرشوة بالباشاوية الرشوة بالباشاوية كذلك ممثل ديال التجمع البيئي لشمال المغرب. هل القضية ديال الملوية ان الكلام عليها وصل حتى ان كنت في الشهر اللي داز كنت في تونس و الحوار اللي كان على المناطق الرطبة وهذا الاخر الملتقى اللي كان ملتقى دولي فيه جميع الدول اللي مسنية في موقع في معاهدة رامسار بينها بالطبع في المغرب. إذن خصكم تصوروا باللي أن كان فما آلاف ديال المندوبين يمثلوا الدول وحتى شي واحد ما جاء وتكلم مثلا قالوا باللي فوالا راه عندنا المشاكل اللي تكلم وهو رئيس الكاتب العام لمعاهدة رامسار تكلم على ملوية. ملوية كيقول لهم باللي أن ملوية هناك مشاكل كثيرة وأن الدولة المغربية ما كتصيفطش التقريرات ديالها الخاصة بالوضعية الحالية ديال الملوية. وشكون اللي خصو يدير هذا التقرير وهو المياه والغابات؟ لأن المياه والغابات هي الممثلة الناطقة الرسمية باسم المغرب معاهدة رامسار. إذن وقع واحد المشكل كبير في تونس على قبل ملوية دابا حنا ملي جينا فعلا صبنا هذا المشكل هذا ديال 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 ملوية تلوث ديال ملوية والقضية ديال انهم راهم داروا لي تيدامباك داروا دراسة تأثيرات لأنها قانون 1203 بالسيف عليهم خصهم يديروا دراسة تأثيرات. الإشكال في هذا المشروع وهو أن اللجنة لأن كاين جوج ديال اللجان كاين اللجنة الجهوية وكاين اللجنة الوطنية. إذن هذا المشروع ما دازش اللجنة الوطنية داز اللجنة الجهوية وشكون اللي رأس اللجنة الجهوية وهو سيد الوالي. رغم أن هناك مشاكل وعارفين باللي أن هذه المحمية مصنفة دوليا أنهم ما يقدروش يديروا شي مشروع آخر في ملوية بدون الاستشارة مع الساكنة والاستشارة مع المختصين في المجال البيئي. ومعاهدة رامسار عندها المستشار ديالها الخاص اللي موجود في الرباط ما عارفش إن اتصلت به أنا مشى للرباط باش يشوفوا واش كاين مثلا فعلا دراسة ديال التأثيرات ما صابش الدراسة ديال التأثيرات. الدراسة ديال التأثيرات دارت دراسة جهوية موجودة في وجدة واللي عطى الأخر القرار باش يخدموا هذا المشروع هو السيد الوالي. والوالي هو المشكل بالنسبة لنا احنا كجمعية البيئة والإنسان لأن أحيانا كتخرج النتائج جد سلبية والسيد الوالي كيعطي لهم الترخيص لأنه هو الرئيس الأعلى ديال اللجنة الجهوية. من بعد المياه والغابات في اللجنة الجهوية تعرضت على المشروع كتقول لهم باللي أن أنا كنمثل الدولة المغربية وأن هذا المشروع هذا غادي يأثر سلبا على الواد ملوية كموقع رامسار. بما أن المياه والغابات كي يتعرضوا على المشروع صافي لأن المياه والغابات هما اللي عندهم الصلاحية باش يقوموا بهذا العمل. دابا هما متعرضين ولكن البشوية مع الولاية ناضوا وبداوا في المشروع
والغريب في الامر وهو ان دراسه التاثيرات اللي دارت على جوج ديال الاحواض، لان كان الحوض الاول والحوض الثاني باش يطلقوا الماء في ملويه. دابا البيئه كتقول لهم لا، خصكم ديروا تيرسيير، حوض ثالث، باش داكشي علاش سمعتوا بلي راه كاين 98% ديال المياه تكون صافيه وواحد 2% تكون ملوثه. دابا مشيو معاهم في هاد الاقتراح ديالهم انهم يكون تيرسيير، ولكن باش دير الحوض الثالث خصك تعاود دراسه التاثيرات من جديد، خصك دير دراسه التاثيرات من جديد. دابا هادشي علاش كلش عندهم الكونفيزيون حتى في الراس ديالهم. الدراسه ديال التاثيرات اللي درت على هامين غادي يفوت الاخر الواد الحار. دابا هما حصلوا قام راه يحفروا هنا مره مشيو لهيه. دابا الان خص تعاود اعاده دراسه التاثيرات، لان المشروع ولا عنده ثلاثه ديال الاحواض ماشي حوضين. علاش داروا غير حوضين؟ لان الحوضين الكلفه الماليه ديالها هي اللي جعلتهم ما يصيفطوش للجنه الوطنيه. دابا ملي زاد التيرسيير راه الكلفه الماليه طلعت، اذن خصهم يعاودوا دراسه التاثيرات ويصيفطوها للجنه الوطنيه، واللجنه الوطنيه هي اللي تقرر مع لونكيت بيبليك. لان قانون ان لونكيت بيبليك خصها تكون في البشويه، وخص المواطنين يمشيو يشوفوها اما يقبلوها ولا يتعرضوا عليها. اذن هذا هو الان المشكل الحالي اللي كاين. انا عضو في جمعيه اللي كتهتم بزاف بالمجال الرطب بالاخص بالملويه، لان على ما تعلمت وعلى ما علمونا كيقول لك باللي ان الماء فما بعض المرات كيكون ملح ملوحيه، وكل ما كان مالح يجيو لك روفات. دابا ملي غادي تبقى تصب فيه تكب فيه الماء حلو، اذا غادي تنقص الملوحيه وغادي يمشي لك واحد النوع اللي عايش في ملويه غادي يضيع، لان كاين كائنات اللي كتعيش على الماء المالح. دابا الا بقى الماء حلو اذا سبب واحد العدد كبير من الكائنات الحيه اللي غادي ما تبقاش ملويه، غادي تنتظر وغادي يكون عندها هذا الواد الحار عنده واحد الوقع جد سلبي على التنوع البيولوجي اللي موجود هنا في واد ملويه. وانتم كساكنه راه عندكم كنز، راه عندكم هنا كنز من هاد الواد ملويه، راه تقدروا ديروا مشاريع كبيره مثلا ديال السياحه الايكولوجيا. انتم جيتوا على الواجهه، اذن ديروا سياحه ايكولوجيه مهم، ولكن حافظوا على مصب ملويه، حافظوا على الرمال، لان الرمال رانشوب لان كان واحد الكارثه كبرى من جهه ديال البركان، راه كان محميه فما ما كاينش الرمال، ولكن هذوك اللي كانوا في البركان ولاو منا من هاد الجهه وكيدمروا واد ملويه. وانتوما هاد الوقفه اللي درناها راه مهمه ايجابيه، ولكن يكونوا انتوما هما الحراس على هاد الواد بدونكم انتوما. لو كان ماشي انتوما راه حتى واحد ما يعرف بلي راه كاين الواد الحار. اذا زيدوا كتفوا من الجهود ديالكم وحاولوا تحرصوا ملويه، لان راه ديالكم، هذاك راه كنزكم. والدستور الجديد راه لابد خصو الاستشاره، لان الدستور الجديد كيقول لك الاستشاره مع المواطنين، الاستشاره مع الجمعيات المختصه مجال بيئي ولا مجال ايكولوجي. اذا خص الاستشاره، ونطلب منكم باش هاد الوقفه هذه ما خصهاش تكون اخر محطه، خص تزيدوا. هما راهم حاصلين، انا كنقول لكم، لان الرباط دابا راه مشكل، راه المستشار ديال رمسار اتصل بهم، وداك الشيء علاش الرباط راه اتصلوا بالسي الحداوي، لان عندهم مشكل، هما ما عارفينش باللي راه كاين مشروع ديال الواد الحار. وشكرا. هيا السلام عليكم. المهم كنلاحظوا هذه المساله اللي هي خطيره على البيئه وخطيره على سيدي حتى على الماشيه، لان الماشيه عندنا كلها كتشرب في الواد، وحتى الناس ديالنا كيشربوا في الواد، سواء ندوروا الحوض الثالث او الرابع كيف ما كان. واحد الشيء ديال الواد الحار راه مضر لا للفلاحه ولا للماشيه ولا للساكنه. كنطلبوا من المسؤولين الله يهديهم يوقفوا علينا هذا العمل، لانه خطير وخطير بزاف على الساكنه. وشكرا. السلام عليكم. نيوان رئيس جمعيه الاعطار الايجابيه.
بيئية واجتماعية سعيدية. دونك كنشكر السي بشيري على المداخلة ديالو اللي كانت الشق ديالها كبير هو الشق قانوني، ولهذا ما غاديش نوليو المسألة القانونية لك هو التخصص ديالو وكيجي لهذا الجانب هذا. أنا اللي باغي نشوف اللي باغي نتكلم عليه دروك أنه كان من ناحية المنظور البيئي، المنظور البيئي عند المتخصصين وشنو كنشوفوا؟ أي مشروع إلا وكتكون عنده ما يسمى بالتأثيرات ولا الآثار، كاين الإيجابية وكاين السلبية. مشروع نتاع لاسينيسمو يعني هو أنت يعني الماء تصفية المياه العذبة، مشروع اللي هو لازم لكل مؤسسة ولا كل منطقة حضرية ولا حتى في المجال القروي. يعني كاين واحد المسائل اللي هي تقنية خصها تندار من ناحية الأحواض تاع التصفية، اللي الجانب كنقولوا له الشق نتاع ليكو كونستركسيون، يعني المسائل اللي البنيان ديالها يكون ايكولوجي كيعطينا واحد المنتوج اللي ما كيضرش البيئة، كيكون معاه واحد البلون داتانيوسيون دامباكت نيجاتيف اللي كيدير واحد البلون باش دوك المؤثرات السلبية كتزول او لا كتنقص. دروك بالنسبة اللي كنشوفها انا من انطلاقا الممارسة ديالي في العالم تاع المجال البيئي، كاين واحد ضعف نتاع الالمام بالمجال البيئي حتى عند الناس اللي في السلطه راه حسب العوان، اللي هو مجال جديد وكاين ضعف الشق، لا الشق الاداري لا الشق التقني. دروك هذا الماء غادي نقول لكم كاين كنهضروا على الجوج هو ليكوجيستيون. يعني شنو هي ليكوجيستيون؟ يعني كتكون واحد المساله مبنيه ومديوره بطريقه بيئيه، ولكن هذاك السيد اللي غادي نعطيوها له يسيرها كيكون غير كفء في المجال، يعني النتيجة كتكون سلبية. دروك بحال إلا خدينا مثلا هذا كنركزو على 3 بوان، مسألة لاسينيسمون يعني هاد البخار بيدوز هنايا مسألة إيجابية عموما، يعني كنبدأ مسألة نتاع التصفية ديالها إلا تبنات بالطريقة الإيكولوجية يعني كتعطينا إيجابية. راه كاين بعض الدول اللي كترد الماء نتاع الواد تصفيه وترجعو، كيبقى الثالث هو اللي ما يتضمنش انه ها راك دير هذاك هذاك الانسان اللي عادي يسير يحل البان ويفوت لك داك الشيء، يدوش هاك يدوز هاك، لاخاطش هذاك الانسان اللي عادي يسير ماشي ايكولوجي. ولهذا واشنو كيندير انا كمنظور ديالي لحقاش خصنا المنظور تاع الحل، والحل يكون واقعي، وهو الجانب نتاع هذاك لونفيرونمون نتاع لا زون دو تريتمون، هذاك الجانب تما هو تما يموت داك الماء. لا ما حد ما عندناش ايكو جيستيون ايكو كونستركسيون كنضبطوها كنعرفو واش نصنعوها ما نعرفوش نسيروها، الماء ما خصوش يوصل للمنويه تو سامبلومون. دونك خص حل باش انه داك الماء فين يمشي، فلاحه يمشي للمنطقه خضراء، اي هذاك حل خصو يضاف لو دوفونير نتاع الماء فين عادي يمشي هذا الماء، ما خصش يكون هو منويه لحقاش اون با كونفيونس في لي كوجيستيون تاع لي سيستيم كي بو جيري هذيك المنشاه هذيك. اسمحوا لي نهضر بالفرنسيه لحقاش هي مفرنسه هذا العالم هذا. وشكرا وندوز الكلمه للصراحه. شكرا بدوري كمتتبع للشان البيئي في المنطقه الشرقيه عبد الرحمن عمراني رئيس جمعيه شمس تربيه مواطنه فيها، والمشكل كاع المشاكل اللي كتسلط على هذا البلاد كتسلط على المنطقه ديالنا. ما ننساوش الكارثه البيئيه الخطيره التي اودت بالاف ديال الكيلوات ديال الحوت في المنطقه ديالنا بعدا قابويوا السعيديه في يوليوز 2011، وتتبعناها ووصلنا كما قال السي بشيري لثلاثه الجلسات في المجلس الجهوي في وجده، واستطعنا على الاقل نحاكموا دفعنا قضيه على العامل ديال الناظور والعامل ديال بركان حول هذه الكوارث اللي كتوقع في المنطقه الشرقيه. اذا حنا كمتتبعين وكحومه ديال البيئه حنا معاكم، واهل مكه اضرى بشعابها، حنا مع الساكنه، ما بغيناش الواد الحار يفوت ما فيهاش الهضره على جثتنا كما كيقول المصري، هذا على جثتي. بالمناسبه فقط اقول ان هذه المره كان وقع واحد المنتدى عالمي لحقوق الانسان، وكتعرفوا كاملين ان الانسان الان من حقه ان يعيش في بيئه سليمه، البند 31 في الدستور راه باين. اذا حنا كساكنه ولا كمواطن وكمناضل بيئيين من حقنا ان نعيش في بيئه سليمه
ومع بمقتضيات الدستور الجديد ديال 2011. إذن بغض النظر عن هاد اللوبيات وهاد المافيات ديال قلع النمال ديال قلع الرمال ونهبها، كذلك لوبيات ديال الكريانات، المافيات ديال تناسل المقاهي، كذلك شوهوا لكم واحد المنظر هنايا في قابويا ووقفنا حتى ما قدينا ما درنا، داروا مقاهي في مناظر طبيعيه وهذه حرام الان في الدستور الجديد. قبيله كانوا يهضروا على دساتير قديمه، الان احنا غندفعوا غير الدستور الذي اجمع عليه المغاربه كلهم. اذن فقط كلمه اخرى، تعرفوا ان التدخل كان عندي دقيقه في مؤتمر ديال مراكش، فقط وشنو قلت؟ يجب ان نرتقي بمحميه ملويه الى منتزه وطني. وتحتاج كتوصية يجب على هذا الموقع ذو أهمية بيولوجية وكلية أن يرتقي إلى منتزه وطني باش حتى شي لوبي ولا مافيوزي يتقرب له. وحنا رحنا بالمرصاد وشكرنا للاستماع. الجهود ديالهم من أجل الضرب على أيدي هاد الطغاة ديال هاد المدينة هذه باش يلتزموا الحدود ديالهم، لأن راه نداروا، لأن علاش الباشا شتاو؟ الباشا أدى اليمين الدستوري من أجل خدمة الشعب، وهذا اللي غادي ما يوفيش اليمين يعتبر خائن الوطن. راه خائن هذا الباشا، هذا خائن الوطن، خص جميع. ما كناش دون حنا ما عارفين الصوت تاعنا راه غادي يوصل للمركزية، خصنا نفتحوا تحقيق وتجي واحد اللجنة اللي شريفة، ماشي اللجنة ديال الناظور اللي تجي هنايا وتفوت على الكريانات ويبلعوا لها الكريانات ويقولوا لهم راه ما الكريانات مبلعين. لأن علاش كيدور داك الشيء غير بيناتهم؟ حنا بغينا واحد اللجنة كبيرة، لجنة مركزية اللي تجي من الرباط اللي تشرفها اللي يشرفوا هنا الشرفاء ويترأسوا هنا الشرفاء اللي يغيروا على البلاد ويغيروا وعندهم روح المواطنة، اللي يجيو يراقبوا هاد الناس، ماشي يمشيو تقارير غير من الناظور ويدوروا غير هنا، لأن حنا عارفين راه كلشي باين. تجي اللجنة من الناظور كدير تقرير يمشيو يضربوا الحوت على طرف البحر، يخلصوا عليهم الفريتويات ديال الحوت ويديو الملف يسنيو عليه. راه كلشي باين، حنا راهنا عارفين كلشي. ويمشي التقرير مدرك، راه العام زين والشعب زين والسكوت علامة الرضا، مادام حنا ما راحناش نزكيو الشعب ديالنا راه مزيان. حنا كناشدو من هاد الوقفة هذه، وما غاديش تكون أول وقفة ولا ثاني وقفة، لأن حنا راحنا صامدون باش المركزية تنزل عندنا هنايا، وحتى هاد الليجان اللي راهم يجيو يراقبوا المقالع ويراقبوا البيئة يتصلوا بالجمعيات ويتصلوا بالساكنة وتخرج معاهم الساكنة، لأن راه كاين 14 ولا 15 مقلع دابا هنايا ما متويزيش وأزيد. من كتبغي تندار اللجنة باش كتخرج تراقب المقالع كيعيطوا هنا للباشا، والباشا كيعيط الأعوان، اتصلوا لي بصحاب الكريانات وفرغوا في المداخل ديالهم الرملة، وكتجي ديك اللجنة هذيك يتشرفوها شي ناس صحاب الكروش، كيجي يدخل عند الكريان، الكريان راه مسدود، كتب راه 6 سنين هو مسدود، وراه غير باغي يخرج من الكاميون، هذا هو اللي كاين. ولكن لو كانت ندار واحد اللجنة سرية تجي من المركزية من الرباط وتدخل تجي هنا القابوية وتتصل بالناس الشرفاء ويمشيو معاها، ها الكريان الأولاني، ها الزوج، ها الثالث، ويجيبوها الملوية، ها هي الكارثة ديال هذي، عادي يمشي التقرير مفصل ومريقل ومسائل نزيهة، والساكنة تعيش في أحسن ما يرام. وشكرا، وقدم لكم الأخ. واستسمح الإخوان، ومن خلال هذا المنبر ومن داخل حركة شباب رأس الماء نندد وبشدة بالتصرفات الهمجية والغير أخلاقية والوحشية ديال باشا المدينة، والذي يوم أمس البارح غادي يتهجم هنايا على المناضلين بالسكين بالسلاح الأبيض باش غادي يهدهم باش غادي يفرقوا هاد الجماعة هذا. وكاينين شهود طبعا، راه كاين هنا أزيد من 30 واحد، وبعد حين إن شاء الله بعد هاد الوقفة راح غادي نمشيو عند الناس ديال الدرك الملك وغادي نرفعوا عليه دعوى قضائية كشكاية، إلا كان استجابة تبارك الله، وإلا ما كانش غادي نمشيو عند السيد الوكيل وما يقال اكثر. وفي الاخير ما غاديش نظن الناس ديال الدرك الملكي هما ناس شرفاء، ما غاديش يقدروا يوقفوا في وجهنا. نحضروا كتعليق فقط وكاخبار، السيد الباشا جانا البارح قال لك هادشي اللي كديروا راه غير مشروع وغير قانوني، وحنا عندنا ترخيص ودرنا له اشعار موثق وعندنا الحجج. في الاخير قلت له السيد الباشا هادو الساكنة متضررين كيطالبوا بحقهم، كتقول لهم هادشي ماشي مشروع، يا ريت انك والمقلع هو انفاس لينا غير مشروع، هو انفاس تقدروا تهزوا الصحافة. قلت له هذاك مقلع غير مشروع وغير قانوني
ونتايا كتساهم في النهب ديال الموارد ديال البلدية. قال لي عامين وانت كتغوت شنو درت؟ صريح العبارة، قال لي عامين وانت كتغوت شنو درت؟ وانا من هذا المنبر كنطالب السلطات والمهتمين ورئيس الحكومة شخصيا انه يدخل، لانه فات ديجا اننا قدمنا شكاية بعريضة من السكينة تبلغ حوالي 300 شخص للجهات المعنية كاملة بعد الأقطاب الوزارية كاملة، وقدمنا هذا السيد الوزير الأول شخصيا، كان هنا واحد الفاعل حقوقي جانا من أوروبا الله يكثر خيره، مشى هو شخصيا للسيد الوزير الأول بن كيران وقدم له الشكاية شخصيا والعارضة شخصيا، ولحد الآن ما شفنا حتى شي استجابة. والبارحة فقط البارح كانت هنايا اللجنة مختصة بالمقاليع، جات من الرباط وغادي يمشي السيد الباشا وغادي يعلم الناس ديال المقاليع. وهاد المقلع اللي كنقول لكم انفصلينا راه كاين ازياد من 20 مقلع فوضوي حاليا، وهاد المقلع اللي انفصلينا حرت الطريق في ظرف نص ساعه حرتوا الكاريان كامل، جابوا الجرار وهذا وحرتوه، ونحن حاضرين وبالصور وراه عندي الفيديو، الناس حرضهم السيد الباشا باش غادي يحولوا لبورن نتاع الموقع الجغرافي نتاع المقالع باش غادي يوهم هذه اللجنه هذه ما عندنا حتى شي جمعيه بيئيه. وفي الاخير كاينين الناس الشرفاء اللي تجرؤوا وبغاو يطوعوا ياسوا جمعيه ثقافيه تنمويه بيئيه باش غادي يدافعوا على هذ المواطنين هذو مساكن الدراوش، غادي يكون عجله العرقله السيد الباشا، حيث انه فوقاش ما مشينا له كيتعرض لنا. ودرنا جمع عام في اخر لحظه، غادي يرخص لنا بجمع عام، ودرنا جمع عام وحضروا فيه الصحافه والعديد من الناس، وعندنا صور كذلك. ملي مشينا لعندو قدمنا له الملف، قال لك سيدي ما درتوش الجمع العام. قلت له السيد الباشا احنا درنا الجمع العام وعندنا الصور وعندنا كل شيء شافوه والصحافه، وراه تلونسات في الصحافه كاين في المواقع الالكترونيه، ومهم الجاسور هذا واحد العدد نتاع الصحافه اللي لونساتو. قال لي كنا نتفرجوا للبارسا والريال. قلت له السيد الباشا وحنا عندنا علاقات متوتره مع جيراننا الجزائريين، اذا كانت شي حرب ولا شي تهجم واش غادي تمشي تدافع على الوطن ولا غتمشي تتفرج البارسا والريال؟ قال لي غادي نمشي نتفرج البارسا والريال، واللي عندك ديرو ها المحكمه الاداريه. لذا فقط درت اين اضطرينا اننا حنا والاخوان كندرسوا امكانيات اننا نلجؤوا للجاره الاسبانيه مليليه بصريح العباره، اذا كانت امكانيه قانونيه غادي ناسسوا جمعيه، الا كانت امكانيه قانونيه لان ما عندنا جنسيه وما غاديش نقبلوا بجنسيه اسبانيه لحنا، لاننا احنا مغاربه احرار ونموت على وطننا مواطنين، غادي نلجؤوا لمليليه وناسسوا جمعيه بيئيه ذات صبغه دوليه باش غادي نقدروا ندافعوا على بلدتنا هذه اللي في الاخير فيها 5000 مواطن وما كيعايروش لها اي اهتمام. واسمحوا لي الا كثرت عليهم غننتقل لهذا المشروع نتاع الواد الحار. مشروع تاع الواد الحار كنظن انا ماشي ادرى بالناس اللي تقدموا، الناس ديال الجمعيات البيئيه وهذا، بصح في الاخير يظهروا لي العيان ان المحميه نتاع ملويه وهي ذات صبغه دوليه وكاين دي كونترا دوليه لحمايه هذه المحميه هذه غادي يخرقها السيد الباشا. وهذا يظهر وضوح الشمس انه متورط وان في كرشه العجينه، والا ما غاديش يجي يتجرأ ويهاجم الناس اللي غادي يتعرضوا لهذا المشروع هذا، لانهم متضررين غادي يتجرأ وغادي يحاربهم بجميع القوى باش غادي يوقف هاد الناس هادو اللي كيحتجوا. وفي الاخير تحيه نضاليه أمام مواطنين وسلاح أبيض بحضور السلطة وكيتغول بالسلطة دياله فهو إرهابي، لأنه يهدد المواطنين، يهددهم بماذا؟ بسلطته فهو لا شيء، نحن أقوى منه، لأن البارح جد هجمالينا وزندنا سلاح أبيض أمام مرأة السلطة وأمام مرأة رجال الدرك وأمام مرأة الجامعة. وأنا كنوجه رسالة للجامعة والحضور اللي كان حاضر البارح أنهم يمشيوا معنا غدا إن شاء الله، نمشيوا للمكتب ديال الجندرماري باش نكتبوا به ما حاضر، كل واحد يكتب محضر راسه أن هذا الإنسان تهجم علينا بالسلاح الأبيض وبغي يتصرف بالسلطة ديالو كما شاء. إذا كان عطى اليمين أنه باش غادي يخدم المواطن فماشي هذا هو اليمين، ماشي هذا هو، ماشي هذه هي السلطة اللي غادي يقدر يطبق بها بالمواطن باش يرهب المواطن ويخوفه. وكلمة ثانية بالنسبة للمشكل ديال واد الحار، هضروا المسؤولين ديال الجمعيات بزاف وفهموا بزاف في هذا الموضوع. اللي بغيت نقول نحن حراس هذه المنطقة ونحن حراس ملوية وحراس هذه المحمية،
شاء من شاء وأبى من أبى وسنبقى لهم هنا في المرصاد. وأقول فيها أننا الاعتصام راه مفتوح حتى يحل هذا المشكل. وفقط للإشارة أن حاليا الدولة منهمكة في محاربة الناس ديال الإرهاب وهذا وداعش وذوك المشاكل. وأنا أقول أن يعني من وجهة نظري أن العوامل الأساسية اللي كتأدي بالشباب أنهم ينخرطوا في هذه الجماعات الإرهابية راه هذا هو السبب الرئيسي حيت كيمارسوا عليهم الضغوطات والتضييق وهذا كما نقولوا الضغط يولد الانفجار. في الأخير هذا الشاب هذا راه غادي ينحرف طبعا وغادي يخرج على المنحى الحقيقي وغادي يكون عنيف وغيصدر يعني أفعال لا أخلاقية وغير مشروعة وضد الإنسانية. وفي الأخير كنشكروا الإخوان الحاضرين الناس ديال البيئة والساكنة وكل من ساهم من بعيد أو قريب. ونقول أن الصمود نحن صامدون ونحن واقفون حتى يحل هذا المشكل. وإن شاء الله غنصدروا واحد البيان مشترك مع واحد المجموعة تاع الجمعيات وتحية نضالية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أيها الإخوان، هاد الناس اللي جاو داروا هنا، غادي نتكلم على واد الحار. هاد الناس اللي جاو هنا يديروا واد الحار، هاد الشركة اللي جات كانت كتحفر باش دير واد الحار. جينا احنا اصلا من القبيلة سولناه قلنا لهم اش كديروا اشنو كديروا، قالوا لنا غادي نجيب لكم الماء الصالح للشرب، الماء الصالح للشرب. ولكن فجأة فاجئونا بهاد القوادس اللي جابوا لنا البخرارو. اجابوا لنا البخرارو عباد الله، فين راه الواد الصالح للشرب؟ وافقوا مع راسكم يا عباد الله، راهم جابوا لنا البخرار وراهم جابوا لنا الهلاك، بغاو يدمروا لنا الواد، بغاو يدمروا لنا البيئه، بغاو يدمروا لنا الحيوانات، بغاو يدمروا لنا البقر اللي راهم يشربوا بالواد. هادشي لا يمكن، هادشي لا يعقل ولا يمكن، هادشي ما يكونش كاع نهائيا. وشكرا. فوالا المواطن وبيئه الشرق، وبيئه الشرق، مدينه وجده، مدينه وجده. انتم ديما معاكم، فكم ما احتاجيتونا ان شاء الله غادي نكونوا معاكم. وجينا بالفرح والسرور باش نكونوا مساندينكم ومساندين هذه السكينه تاع كاب دولو، اللي كنتمناو ان شاء الله بحول الله يكون الخير في المستقبل. وهاد الشباب اللي راه درك متحمس وهذا هو اللي يرفد المشعل ويزيد القدام ان شاء الله، نحاربوا الفساد بجميع الانواع نتاعو. وملويه، واد ملويه، الظلم اللي هو مصنف محميه في الرمسار، جمعيه دوليه، ما يمكنش يرميو فيها لا نفايات ولا ماء واد الحار ولا حتى شي حاجه. يخص كلشنا نكونوا ضد هذه التقارير، القرارات ديال المغرب كامل.